الأهلي أيضا يواصل تدريباته استعدادا للموسم الجديد. خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ميرانو مساء اليوم على ملعب مختار التتش، واشتمل على فقرة في صالة الجيم، ثم قام اللاعبون بالإحماء داخل التتش قبل خوض تدريبات الكرة، وذلك وفقا للبرنامج الذي يقوم الفريق بتنفيذه خلال فترة الإعداد. وحرص مارسيل كولر على عقد محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق المران للحديث في النواحي الفنية والخططية. ويخوض الأهلي ثالث تجاربه الودية خلال فترة الإعداد أمام طلائع الجيش بعد غدا إن شاء الله. ويستعد الأهلي للموسم الجديد والذي يبدأ بمواجهة الاتحاد المنستيري يوم 9 أكتوبر المقبل في ذهاب دور الـ 32 بدوري الأبطال الإفريقي. وأيضا الأهلي يخوض تدريباته على فترتين غدا إن شاء الله. تمرين النادي الأهلي هيكون على فترتين.